صباح الخير واهلا وسهلا بكم بفيديو جديد من ايديا سيكيورتيز. واليوم البدايه مع فتره التداولات الاسيويه والتي شهدنا فيها بعض الارقام الاقتصاديه المهمه. البدايه كانت من نيوزيلندا وشهدنا ارقام البزنس كونفدنس او اللي هو مؤشر الثقه بقطاع الاعمال والذي استقر عن مستوى 52 في خلال الربع الاول من العام الحالي، لكن في استراليا عاد هذا نفس المؤشر، لكن في استراليا البزنس كونفدنس انخفض بشكل او بدون او عدم توقعات او على عكس التوقعات الى مستويات 4 من اصل مستويات 7 خلال ايضا نفس الفتره خلال الربع الأول من العام الجاري. في اليابان شهدنا الكرنت أكاونت ديفيسيت اللي هو العجز في الحساب الجاري ينخفض قليلا إلى 0.4 تريليون ين، في طبعا بالمقارنة مع الانخفاض الذي كان أو العجز الذي وصل إلى 0.59 تريليون ين خلال شهر فبراير الماضي. أيضا شهدنا قرار البنك المركزي الياباني بالإبقاء على السياسة الحالية دون تغير، وذكر أيضا من جديد أنه لن يقوم بتعديل أو في الوقت الحالي على الأقل إضافة أي مزيد من التيسير الكمي في ظل وجود بعض الإشارات إلى وجود هناك نوع من التخبط في الاقتصاد بسبب الشيء الذي من الممكن أن نشهده خلال الفترة المقبلة بعد رفع السيلز تاكس هايك أو اللي هي بعد رفع ضريبة المبيعات في البلاد. لكن لازال البنك يرى أن هناك بعض النمو ممكن أن يستمر خلال الفترة الماضية، لكن بنفس الوقت ذكر أنه يعطي نوع من المجرز أو نوع من الرؤية فيما لو شهد الاقتصاد أي من التراجع من الممكن أن نشهد نوع من التعديل في السياسة. خلال فترة التداولات الأوروبية اليوم ننتظر أرقام من سويسرا وأيضا فرنسا والمملكة المتحدة. في سويسرا أولا توقعات تشير بأنه استقرار في معدلات البطالة العامة عند 3.2 في مارس، بينما الريتيل سيلز من المتوقع أو مبيعات التجزئة من المتوقع أن ترتفع بواقع 19 نقطة مئوية في فبراير بالمقارنة مع 13 نقطة مئوية في يناير الماضي. أما في فرنسا هناك توقعات تشير إلى انخفاض قليل نوعا ما بالكرنت اكاونت او عفوا تريد بالانس ديفيسيت او اللي هو العجز في الميزان التجاري الى 4.9 مليار يورو في فبراير من اصل 5.7 مليار يورو في يناير الماضي. في المملكه المتحده هناك المانيفاكتشرنج والاندستريال برودكشن اللي هي الانتاج الصناعات التحويليه والانتاج الصناعي، كلاهما من المتوقع ان يكون هناك في ارتفاع بواقع 13 النقطه المئويه خلال شهر فبراير، بينما في خلال شهر يناير شهدنا المانيفاكتشرنج برودكشن او الانتاج او انتاج الصناعه التحويليه يرتفع بواقع 14 نقطه مئويه، وكانت ايضا الانتاج الصناعي يرتفع بواقع 10 النقطه المئويه. خلال فتره التداولات الامريكيه اليوم هناك القليل من الارقام الاقتصاديه ايضا من كندا والولايات المتحده الامريكيه. في كندا هاوزنج ستارتس او مبيعات البيوت او البيوت الجديده المنشاه الجديده توقعت بانها ترتفع قليلا الى 193 الف في مارس الماضي بالمقارنه ايضا مع 192 الف، بينما بيلدينج بيرمتس او تصاريح البناء هناك توقعات بانخفاضها بشكل كبير الى 2.5 او 2.4 في فبراير بالمقارنه مع ارتفاعها الذي حصل خلال يناير الماضي ب 8.5. اما في الولايات المتحده الامريكيه ننتظر فقط رقم واحد اللي هو جوبس اوبننج او الوظائف الجديدة المفتوحة في كل القطاعات باستثناء القطاع الزراعي والذي من المتوقع أن ترتفع إلى 3.99 مليون في فبراير من مستويات 3.97 مليون في يناير. هذا كل شيء لدينا في هذا التقرير، يمكنكم متابعتنا على مواقع التواصل الاجتماعي. شكرا للمتابعة، نراكم يا بعد.